على 27 سنة وكان اختي على 30 سنة وزوجت في 27 سنة. في 30 عام قلت طبعا بفضل من الله وبأمر من الله قلت زعما يا ربي ترزقني أنا قررت في هذا السن يكون عندي والحمد لله. قلت 30 سنة ماشي صغيرة يعني خص شويه ديال القوه وقريت شويه على هذه المرحله ديال الاكتئاب ما بعد الولاده والخوف. عاونتني القرايه وعاونوني المحيطين بيا. اولا باباهم ساندني بشكل 100% واكثر اكثر اكثر صراحه. كان السند الحقيقي ديالي في وليداتي ولا زال بعد مرات هو كيخنقني كيفاش هو رد معاهم البال في الماكله ديالهم في الشرب ديالهم في الوقت في النعاس في الوقت في كل شيء. دونك انا تفرغت واي نعم كنمر بضغوطات نفسيه وهذا امر طبيعي جدا بالعكس اللي ما كيمرش بهذه الضغوط واقيلا ماشي عادي عادي جدا. واحد المخلوق حداك كيفاش وسختو مي كتحمل مسؤوليته في كل شيء كتقول لا خليني انا نردع وخليني انا نعمل. دونك كيف كيقولوا نصيبوا احيانا واحيانا مره كنصيبوا مره كنخيبوا باش كنتعلموا راه. ولكن التجربه الثانيه كتكون اسهل لان التجربه الاولى دوزتي فيها وتيقول لك الثالث كيربي راسو براسو صافي والثاني كيربيه الاولى هي كاين ثالث في الطريق هاد الساعه خلينا نخدموا شويه غادي نواصلوا معكم دائما في الحديث